لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة يا حبايب قلبي جايبة لكم وصفة، او هنعمل مع بعض كريم روعة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ليه تشتري كريم اساس وتضري بشرتك وتقفلي المسام وتخلي بشرتك مش حلوة وتكلفي نفسك كريمات كتير علشان تفتحي بشرتك كشكل يومي او انت خارجة. الوصفة اللي معايا النهاردة هتخلي بشرتك تفتح فوري بمجرد ما هتحطي الكريم اللي احنا هنعمله النهاردة على بشرتك. بشرتك هتفتح فورا. ده مش ماسك يا جماعة، اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة ده كريم تفتيح دائم للبشرة، بيفتح البشرة فوري، بيشيل اي تصبغات، بيشيل الكلف، بيشيل الخشونة او الجفاف بتاع البشرة خاصة في فصل الشتاء. قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. طبعا الكريم اللي احنا هنعمله النهاردة ببودرة التلج. ايه هي بودرة التلج؟ علشان ناس كتير قوي سألتني. بودرة التلج يا حبايبي هي بودرة الاطفال. انا جايبة بودرة 5 خمسات، عندك بودرة جونسون، اي بودرة اطفال هتستخدميها هنستخدمها في الوصفة معانا النهاردة. بجد الكريم اللي احنا هنعمله النهاردة هيخليكي وشك زي القمر، وكل سنة وانتم طيبين طبعا علشان رأس السنة. هيخلي بشرتك زجاجية فاتحة جدا من اول مرة. كريم رائع جدا جدا جدا. هنبدأ مع بعض بقى ونشوف هنعمل مع بعض الكريم ازاي. تابعي معايا، الكريم سهل جدا جدا ومفهوش اي مشاكل خالص. احنا معانا هنا خدنا بودرة التلج وحطناها في طبق زي ما انت شايفة كده. ده مقدار قد ايه؟ مقدار 3 معالق كبار، مقدار 3 معالق كبار من بودرة التلج زي ما انتم شايفين كده. ومعانا هنا يا حبايبي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا انا مش هقول لكم مقدار زيت الزيتون هيتحط على بودرة التلج قد ايه، هقول لكم على القوام اللي احنا محتاجين. واحدة واحدة مع بعض كده، اول معلقة وتاني معلقة، يعني هنحط معلقتين وهنقلب، لاني انا عايزة قوام القوام الكريم بتاعنا يبقى يعني بقوام معين. علشان كده انا مش هقول لكم المقدار زيت الزيتون قد ايه غير لما نشوف مع بعض. حطينا معلقتين، محتاجين كمان معلقة. تابع معايا، 2 3 كده احنا حطينا 4 معالق من زيت الزيتون وهنقلب مع بعض يا حبايبي كده. احنا كده حطينا قد ايه؟ حطينا 4 معالق من زيت الزيتون وهنقلبهم مع بعض كويس قوي قوي قوي. هتقلبي كويس قوي قوي لحد ما القوام يتجانس مع بعضه. طبعا من الواضح ان احنا مش هنحتاج زيت زيتون تاني. هقول لكم بس المقدار كان قد ايه. حطينا 4 معالق من زيت الزيتون على 3 معالق كبار من بودرة التلج احنا عايزين، او بودرة الاطفال يعني. ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي الكريم اهو ده القوام اللي احنا محتاجينه. تمام. هنستخدم الكريم ده ازاي؟ كريم تفتيح رائع. شايفين مكونات بسيطة جدا ازاي؟ انتوا مش متخيلين المكونات البسيطة دي هتعمل ايه في بشرتك. طبعا هو بيستخدم ككريم يومي نهاري او ليلي. هتستخدميه ازاي؟ هتاخدي من الكريم، وعلى فكرة ممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها في علبة وتحفظيها عادي جدا، ومش في التلاجة، تحفظيها عادي جدا عندك في التسريحة بتاعتك. هتاخديه وهتدهني، بصي شوفي بقى، بصي اهو، بصي التفتيح
حاجة رائعة والله. بصوا الفرق يا جماعة، هتاخدي منه وهتدهني بشرتك. طبعا هو مش ماسك، ده كريم، كريم للتفتيح بجد والله العظيم، حاجة بسيطة جدا. انا الوصفة ديت اللي لقيت لي عليها امي، بصوا يا جماعة، بصوا بصوا بصي الترطيب، وكمان هتديكي لمعان وهتديكي تفتيح، تفتيح رهيب اهو، وما بيعملش يعني ما بيعملش اي مشكلة في البشرة خالص، ولا بيلطش على البشرة خالص زي ما انت شايفة. شايفة انا بستخدمه والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله بيخلي بشرتي فاتحة فاتحة وجميلة جدا جدا جدا، وبيفتح البشرة. هتستخدميه على وشك لو عندك جفاف في البشرة، عندك كلف، عندك تصبغات، هيخلي بشرتك جميلة جدا جدا بشكل طبيعي وبتلمع، وكمان هيديها ترطيب وهيديها نعومه وهيديها تفتيح فوري بجد والله العظيم. لو انت عندك بودره الاطفال قومي دلوقتي واستخدميها والله العظيم. مستنيه كمان الكومنتات بتاعتك، لو ما طلعش تحفه يبقى قولي عليا يا ستي ان انا بقول كلامه خلاص، علشان انا واثقه من الوصفه دي، لان كريم بجد رائع. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتستفيدوا منها يا حبايب قلبي. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.